لسه متواصلين معاكم ولرصد حالة المرور داخل ولاية الخرطوم وشكل الحركة بشكل عام. بنسعد أن تكون معنا عبر الهاتف نقيب نسرين يوسف من إدارة المرور. صباح الخير عليكي. صباح النور عليك، أهلا ومرحبا بك وبكل المشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك. طيب إذا أديتينا ملخص لحركة المرور داخل الخرطوم اليوم الليلة. نعم، اليوم الاثنين ممكن نقول ثاني ايام الاسبوع من الناحيه العمليه. الحمد لله، بحمد الله تعالى، الحركه بتصير بشكل طبيعي جدا من ساعات الصباح الاولى، وزي ما كلنا عارفين ان احنا في فتره الحظر اللي بتبدا من الساعه السادسه صباحا وبتمتد لحد الساعه الثالثه، ومسموح للمركبات اللي بتحمل تصاريح فقط لقطع الكباري من محليه لمحليه، من الخرطوم لمدرمان او من بحري للخرطوم والعكس. ايضا الحركه لكل المركبات الاخرى هي بتكون داخل المحليه او داخل المدينه من غير قطع اي كوبري للاحتياجات والضروريات. ما عندنا اي كثافه مروريه، ممكن يكون كان في كثافه في الفتره الصباحيه تحديدا في مدخل كوبري النيل الابيض من الدرمان الى الخرطوم، وده لتاكيد تصاريح حركة السير، ما أكثر من كده، على أساس أن الناس تتأكد أنه هي تصاريح سارية المفعول ولا لا. غير كده ما في أي كثافة مرورية. في بعض الإشارات المرورية في شرق النيل تحديدا وفي منطقة بحري هي قاطعة بفعل التيار الكهربائي، ونتمنى عودة التيار الكهربائي وتعود حركة الإشارات بشكل طبيعي. بشكل عام اليوم الخرطوم هي هادئة، ممكن يكون حصل حادث تلف بسيط جدا في شارع النيل الخرطوم، وما فيه أي أذى، ما فيه أي ذو إصابة، الحمد لله. كل الأحوال هذا بحمد الله. الحمد لله. طيب يمكن الشكل بتاع الحركة ماشي في تزايد الفترة الحالية دي، نظرا لأنه كثير من المحلات الآن داولت أو رجعت أنها تشتغل بشكل ممكن نقول شبه طبيعي. الحاجة دي أكيد بتزيد الحركة داخل ولاية الخرطوم. أنتوا كإدارة المرور كيف قادرين تضبطوا أنه ما يكون في ازدحام في الشوارع أو حتى الحدود بين مثلا ممكن نقول بحري والخرطوم وما إلى ذلك؟ طيب، في القرار الاخير اللي صدر اللي هو بتمديد الحظر الاخير، سمح لبعض المحلات بانها هي تزاول اعمالها، لكن برضه لحد الساعه 3، وحدد المحلات اللي ممكن تزاول اعمالها. نعم. احنا ممكن نقول ما 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 بتلاقينا مشكله تحديدا في المحلات اللي هي فتحات او كذا او غيره. ممكن المشكله الوحيده اللي حتواجه الناس في الايام القادمه اللي هي الصفوف بتاعت الطرمبات الطالعه على الزلط او الفاتحه في الزلط تحديدا. أيوة. دي هي ممكن تكون اكبر مشكله واكبر عائق في انها تخلق كثافه مروريه، لكن بيتم التعامل معها. وتحديدا ممكن انا قبل كده ذكرت انه في شارع التسجيل وفي شارع عبيد خاتم ممكن عملوها شكل بتاع معالجه بان المركبات في السطح حوالين او في شكل دائري اتجاه الطرمبه، وتكون بعيده من طريق الزلط الرئيسي. في ام درمان ايضا في بعض المعالجات اللي تمت، لانه احيانا بتحصل اختناقات مروريه كثيره جدا بسبب الطرمبات. الان هي ممكن تكون ما زاد اثر كبير جدا، لانه لا زال انه بعض الناس او اغلبيه الناس هي ما بتحمل تصاريح او الشغل بتاعها متوقف او دكاكين مقفله، فما في كثافه مروريه. نعم. ممكن نقول بشكل واضح او عندنا اي مشكله بتخلق كثافه مروريه. نعم، شكرا جزيلا. نعم، عندنا تنبيه اخير. أيوة، تنبيه اخير ثاني لكل الناس اللي هي بتتجه في طرق المرور السريع، اللي عندها ايضا تصاريح للسفر، او المركبات الكبيره، مركبات البتروليه الغذائيه اللي بتحمل الخضروات والمواد المسموح بها للسفر، انه طريق السادرات بارا اللي هو الطريق الغربي تم اغلاقه تماما من يوم امس. كل المركبات المتجهه للنيل للابيض لبارا حتتجه به الطريق القديم اللي هو طريق كوست الابيض، والطريق هناك مغلق من غرب الخرطوم، وايضا مغلق من اتجاه الابيض لحد جبهه الشيخ، لانه الامطار والخريف والسيول والحركه فيه غير مسموحه تماما، وهو مغلق بشكل كامل. فنتمنى انه من الجميع المسافرين يتوجهوا بالطريق القديم، ونتمنى لهم السلامه دائما ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا نقيب نسرين من اداره المرور. شكرا جزيلا لك. شكرا.